صافي هي الحلوه ديالنا من بعد ما بردات زوقتها ب داك حليب نيسلي اللي شاط ليا درتو، زوقتها بكاوكاو مهرمش حمرته ومهرمشته. صافي دابا نقطع نوريكم يا بسم الله. ها هي البنات عرفتوا راه كتجي هائله وكتجي زوينه بالنسبه دابا مع هنا رمضان اللي بغى يتسحر بها ولا اللي بغى مورا الفطور بحال هكاك شي حاجه بارده. شتو كي كتجي كتجي هالجين وزن التحتاني كيكون رطب. ها هي كيفاش كتجي، كتجي بهذا الشكل جمله الثانيه. السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كي دايره مع صحاب؟ كلشي بخير. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله، تكونوا بخير. المهم اليوم بغيت نشارك، يلا على بركه الله نبداو نحضروا في الجينواز. كان عندي خماره وحده، عندي بيضه وحده، عندي 3 معالق ديال الحامض، عصير ديال الحامض، وعندي 4 معالق ديال الحليب، وعندي 6 معالق ديال السنيده، وعندي 7 ديال الدقيق، وعندي 5 ديال الزيت النباتي. يا بسم الله. هنهرس البيضه هي الاولى نديرها ونضيف عليها السنيده، طبعا نطرفها مزيان. صافي من بعد ما طرفت البيض مع السنيده غنضيف الخل وغنضيف الحليب. دابا الزيت غنضيف الدقيق وغنضيف خمارة صافي. كناخذ المول ديالي كندهنو بالزبده والدقيق، وهنا درت خماره وحده باش ما يجيش ليا الجينواز طالع. داكشي علاش درت خماره وحده، حيت ما حد كان الا درت زعما جوج خمارات غيجي طالع. انا ما عنديش غرض باش يجي طالع، خصو يكون رقيق. صافي من بعد ما بيت الخليط ديالي في المول غنديرو دابا غنقص عليه البوطه وفران. صافي غنخلي مده نص ساعه وبحال هكا ونرجع معكم لغايتي ونوريكم كاكايج. صافي من بعد ما حيت الجينواز ديالي غندهنو بالقهوه سريعه الذوبان. تبغى يضيف الليمون شي مشكل، المهم نسقيها مزيان. الا عندكم الماء يكون سخون، الا كانت القهوه سخونه تكون جينواز بارده، الا كان جينواز بارده يكون، الا كان الماء سخون يكون جينواز. المهم راه باينه. المهم الا كان الماء سخون تكون هي بارده، الا كان هي سخونه يكون الماء بارد. صافي من بعد ما سقيت الجينواز ديالي غنرجع للكريمه. عندي هذه لاموس ديال الشكلاط، انا كريمه خديت ديال الشكلاط، وكاسونس ديال العنبه اللي بي ديال الحليب خصو يكون بارد. بسم الله. صافي من بعد غنزيد واحد
جوج معالق ديال الحليب النسلي، كيعطي واحد النكهه زوينه. صافي دابا نضيف الكريمه ديالي ونسرحها باش تجي مقاده. صافي هي الحلوه ديالنا من بعد ما بردات، زوقتها ب داك حليب نيسلي اللي شاط ليا درتو، زوقتها بكاوكاو مهرمش حمرتو مهرمشتو. صافي دابا نقطع نوريكم. يا بسم الله، ها هي البنات، عرفتوا راه كتجي هائله وكتجي زوينه. بالنسبه دابا مع هنا رمضان، اللي بغى يتسحر بها ولا اللي باغا مورا الفطور بحال هكاك شي حاجه بارده، شتو كي كتجي كتجي هالجي الوزن التحتاني كيكون رطب. ها هي كيفاش كتجي، كتجي بهذا الشكل. هذه المرة الثانية، وهذه الكريمة الفوق، وهذا الحليب توا كيعطي واحد المذاق زوين. المهم إلا عجبكم الفيديو ما تنساوناش لي لايك وشجعونا في الفيديو المقبل إن شاء الله. يلا بسلام عليكم.